هنا ارجع لسياده النائب مره ثانيه. طب كل هذه المواد اللي موجوده في الرمال السوداء 41 ماده تخش في 49 صناعه، انا عندي ال 49 صناعه دول ولا عندي جانب منهم واقدر بعد ما بقى عندي مجمعات لصناعه او تصنيع للرمال السوداء والفصل وما الى ذلك اقدر اكمل بقيه المجموعه او بقيه السلسله بال 49؟ من الصناعات فائقه، حاجات معتمده على تكنولوجيا نوويه وتكنولوجيا صناعه الصواريخ وحدوته، يعني في صناعه قائمه، يعني انت الحاجات اللي تطلع منها انت محتاجها في صناعه الصواريخ مثلا في طب الاسنان كل ده كنت بستورده، فهيوفر لي في مرحله هجو في اللحام، وعندي توطين صناعه العربيه وتوطين صناعه العربيه. فاقصده على الصناعات القائمه حاليا، يعني الرمال السوداء اما تنتج المنتجات بتاعتها في صناعات قائمه في مصر، انا كنت بستورد الحاجات دي قبل انتاجي في الرمال السوداء، فده هيوفر لي عمله. حلو، تمام. كون اساسا ان انا اوفر عمله للصناعات القائمه ده مكسب. حلو. لكن بعد كده لو صناعات الطيارات تبتدي اصدر بقى المنتج بتاعي لشركات الطيران العالميه مثلا، بيطلع منه التيتانيوم، التيتانيوم عشان صناعه الهياكل، فبيطلع منه حاجات كتير قوي نقدر ان احنا نستغلها. اللي انا بتكلم عليه ايه بقى؟ ان سياده الرئيس كان ادى توجيه ان ده انا عندي من العريش للبياض كل اللي احنا خدنا 2 كيلو ده من العريش لاسكندريه لحد ابو قير. ايوه تمام. فحضرتك انت عندك كم كبير جدا، احنا عملنا مصنع او اتنين، المفروض دور رجال الاعمال بعد كده ان يخشوا يساهموا في الكلام. انا فكرتي في ايه؟ ان احنا لازم طبعا ان في دراسه الجدوى موجوده لازم تتعرض على رجال الاعمال ونعمل يتعمل مقارنه ما بين السعر العالمي وسعر الانتاج هنا. حلو تمام. وفي نفس الوقت بقى رجال الاعمال يعملوا ايه بقى؟ ما تبقاش شركات فرديه، تبقى شركات تنزل في البورصه، يخش رجال الاعمال ب 25% وينزلوا 75% في البورصه، بحيث ان المكسب ما يبقاش رجال الاعمال بس، يبقى لجل العمل ومن يرغب في المواطنين. والله لو عملوا العكس انا موافق. ويتعمل السهم ب10 جنيه عشان المواطن البسيط يقدر يخش فيها. ماشي. لو دراسه الجدوى مجزيه لين في رجال العمل بس، ما اي حد من الشعب ونعمل السهم بقيمه بسيطه بحيث يبقى راس المال الناس كلها مساهمه فيه، بحيث الناس كلها تكسب، ما يبقاش محدود يعني على ايه، على فئه معينه بس. ده بعد ما ايه ويتسجل في البورصه، لان هيعمل تنشيط في البورصه طبعا، واخد بال حضرتك؟ فبالتالي هتبقى الامور يعني احسن. يعني انا فكرتي ان ما تبقاش على رجال اعمال بس، لا صح، دي تتعمم صح، وكل مجموعه رجال اعمال يعملوا. بس لازم حضرتك هنقعد في البرنامج، اجي مع سيادتك هنا يلا ونشوف دراسه الجدوى البنفيت ايه، ويتعرض على الشعب المصري ايه المكسب وايه العائد الاستثماري، يشجع المواطن البسيط انه يخش فيه. جهز يا باشا، انا قتيلك والله بكلمك بجد. هو ده الصح. ليه بقى حضرتك؟ وقيس على كده بقى في اي صناعه ثانيه، تتعمل دراسه الجدوى، تتعمل شركات مساهمه، واخد بال حضرتك؟ ده هيخلي المستثمر وهو داخل مطمن على مكسبه وفلوسه. واما تعمل السهم مش ب 1000 جنيه و2000 جنيه، هيعمله ب 10 جنيه ورقه ب 100 او ب 100 جنيه، هتدخل فيه اكبر عدد، ويكون الناس اللي على راس المنظومه ناس تراستد ولهم سابقات اعمال قبل كده ونجحوا في مشاريع. فده يدي ثقه، لان يعرفوا ان الناس دي مش هتخش المشروع ده عشان تخسر، تمام، صح، هيخش عشان يكسب، فده يشجع ان المواطن البسيط يقدر يخش معاه.